السلام عليكم. عليكم السلام. فين ماشي؟ غير داير صافي مارس الحجر. إذا بعطينا الجديد. الجديد إن شاء الله جاي في الطريق. شنو تما؟ كاين ستوب ديال القفرة هو اللي كاين الفروج مورا كاين الطريق الجاي إن شاء الله. شنو الطريق الجاي آخر؟ الطريق الجاي إن شاء الله كاين واحد الطريق إن شاء الله نهضروا على هادشي ديال كتبوا الله هادشي ديال الإنتحارات ديال الدعم وكذا وهذا كتبوا الله الناس اللي الله يرحمهم يكون معاهم. اسمع لك شي الإمارات. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أودينا كنت باغي نمشي للقرويه لقيتهم شدوها. غنمشي ندير في شي إمارات قلت لك داير البوتوكس نعلي الشيطان. وهادشي أخويا اللي سمعت. وأختي تقدر تلقاي تشدي ودنك، تلقاي تسمعي مع عينيك الله يرضي عليك. سمعت كتمشي للإمارات وغتفتح واحد الريستورون وغتسميها عمو القرية. لا لا غير غلط، أنا شوف أنا كنت غنمشي للجامعة القرويين وغنمشي لشي 100 كتاب ديال القرآن ونبقى نفرقو مع الناس. إيوا ومن بعد؟ ايوا من بعد ان شاء الله انا قلت لك غنطلع لشي نشوف شي بيت نشري ان شاء الله اييه وغنديروا ان شاء الله نعتكف فيه ونبقى نعبد الله ونصلي حتى نموت ان شاء الله ونموت ساجدين لك تب مولانا ما شاء الله على الشيخ القري الله يكبر بك شوف الظريف اللي كيبغي القريه كيبغي القريه كما هو حتى واحد ما قرا فلاشين ديالي مكتوبه انا الشيخ محمود حسنات انا ولد القريه كندير موسيقى ملي كندير موسيقى عرفتي ديالاش اللي كنعبر على داكشي اللي في قلبي الشيء اللي كنحس به داكشي اللي كنشوفه اللي كتعجبو موسيقتي كيتبعها اللي ما كتعجبوش هذيك حريته الشخصيه بحقو يعزل اي مغني واي ستايل عاجبو فهمتيني انا ما كنفرقش شنو الطموح ديال ولد القريه شنو الطموح ديالو ليش كاع باغي يوصل في حياته باغي نخرجوا فيها غير تعادل باغي نخرجوا من الدنيا تعادل باغي نجيو معاده بالقبر ما ندوزوش فيه ان شاء الله ولكن عارف الغنى حرام ها عارف الغنى حرام والحمد لله اعطيني شي حاجه حلال في المغرب انت لا عرفتي باش فكرتيني بحال داك السيد اللي وقف عليه واحد وقف عليه قال له فاش خدام هو من الناس المسؤولين وقف على مواطن قال له فاش خدام هنا في فاس قال له خدام في المرصى قال له سكت كدا وانت واش فاس فيها شي مرصى قال له ماشي حشومه عليك واش فاس فيها شي خدمه دابا ولد القريه كيفاش دوزتي كونفينمون ودابا فين خارج بعد ما لقيناك خارج من بعد كونفينمون فين ماشي كونفينمون دوزتها في دارنا قلنا جلسو جلسنا فهمتيني حنا ماشي حنا كنسمعو هذا فيروس وباء ماشي كنخافش على راسي انا مرحبا بالموت الا جات دابا وليتي كتخرج عادي دابا كنخرج عادي ولكن كخيفا على ولادي وعلى ميمتي وعلى الناس كاحتراما هذا فيروس ديال الصحه نعم ليس بحالي بحال الناس في دارنا واحترمتو حتى لدرجه كرشي احترمتني وخرجت نعم ولكن دابا قال لك خرج دابا فكروني داك تلقوني نرعى ماليا تلقوني نرعى ماليا ود القريه سمعناك غدير الزوجه الثانيه واش هاد المعلومه صحيحه لا 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 ما كايناش انا كنبغي مرتي الاولى ما تزوجش لا ما نتزوجش يعني ماشي حيت زاد عليك الفلوس تزوج واحد اخر انا ما عنديش الفلوس الطوبيل ديتها غير ودعمتي صحه ضربي دويره وخليته تحت ما لقيتوش ديك الارا دابا عندي غير سبيريت مخرشه انتما شوفوا متتبعي قناه عبير شوف لي فان ديالي بابي وصحابي اللي عطاوني اي لعبه تنا شوف من قلبي الحادث اللي بغيت ناكل تناكل عايش الحياه بخير طواني بل ديال ود حومتي مساري بها مع راسي وغنردالو السبيريت ديالي كحله معروفه قالوا لي دخلتي المداخل بزاف من اليوم تقول لي عندي المداخل ديال البرد في عظامي عندي المداخل ديال الفيروسات في دماغي عندي المداخل ديالكم كتقيدوا تدخلوا فيا بالاسئله ديالكم تبارك الله عيطوا تقلبوا لي في التواصل ما لقيتو والو كنخشى المداخل كاملين وانت اش كديري هنا لاله الصحفيه في هذا الليل انا راجل خرج كنقلب عليك كتقلبي عليا نعم مختلف مرحبا بلاله صوفيا عندنا ربي يخليك بغيتي تصوري فينا اختي بارك مقطعين لاسيرونس ما دايرين صمطه ما دايرين حتى شي حاجه صافي بارك علينا صافي خويا بارك صافي درتي البوز والله يهنيك الله يهنينا ويهنيك ازعر وي ماليش دعوه بالحكم دي خالص السلام عليكم ازعر تحياتي ثانك يو شنو كتقول لي فان ديالك؟ نجيكم بان جاملين كان جا حياتي سان نجيكم لان مجند عن جار سان اجبتي عن جنوشان كنجيو في شان جبدا جنا ان جار فعال ما يخان كدر اجباري كان جايين كان جنا ان جبدا كاين واحد
متتبعي قناه عبير كنختموا الحلقه ديالنا كما شفتوا الزعر والكريا دائما كوبل حتى لافا.